يوم الأربعاء المقبل ستكون أولى حلقات برنامج الفرصة في 9 مساء. أولى حلقات برنامج الفرصة هنبتدي بـ5 حلقات للأوديشنز أو للتصفيات الأولى. زي ما أنتوا عارفين إحنا رحنا كل المحافظات، أو يعني كان لينا مواقع، كان لينا حلقات في 3 مناطق. رحنا اسكندرية، رحنا المنصورة عشان نشوف الدلتا، ورحنا الصعيد، رحنا المنيا في الصعيد، ثم عدنا إلى القاهرة، وكان في بعد كده حلقة التصفيات اللي عشان نطلع 30 شركة هي الأفضل ممن تقدموا، من الآلاف اللي تقدموا الحقيقة، عشان يوصلوا لنا في الاستوديو بقى في لجنة أخرى ويجوا لي في الاستوديو. بشكر كل زملائي اللي شاركوا في الأوديشنز. يوم الأربعاء الساعة 9 أولى حلقات الفرصة، أولى حلقات التصفيات الأولى للفرصة. عايزة أقول أشكر زميلتي سارة حازم اللي برنامجها هيتغير معاد طول عرض حلقات الفرصة. هيكون برنامج سارة يوم الأربع برضو، برنامج كل الزوايا، وهو برنامج متميز جدا. هيكون يوم الأربعاء الساعة 10:30 بعد انتهاء حلقة برنامج الفرصة. فأنا بشكر سارة على يعني أنها وافقت أنها تكون معاد برنامجها معاد مختلف، وبحييها الحقيقة على هذا البرنامج المتميز كل الزوايا. أما برنامجنا الفرصة فهيكون في 9 مساء من كل أربعاء، وهنبتدي يوم الأربع القادم. انتظرونا، هتشوفوا شركات واعدة وعظيمة وأفكار ومنافسة، ولجنة تحكيم أحيانا قاسية وأحيانا طيبة. الحقيقة أنه هتشوفوا حلقات جميلة جدا من كل المحافظات، وبعدها نيجي بقى الاستوديو ونشوف المنافسة الأكبر. برحب بكل مشاهدينا، وصلنا للقاهرة الكبرى، آخر محطة من محطات تصفيات برنامج الفرصة. مئات الشباب أصحاب ومؤسسي الشركات الناشئة كلهم جايين عشان يكونوا بيتنافسوا على الفرصة.